فخلينا نشوف الترند المحلي والاخبار المهمه اللي موجوده. نبتدي بحساب في الجول، وده خبر من ضمن الاخبار. ماريو لاعب انجولا في تصريحات خاصه في الجول قال ان هو شعوره هو وزملائه بنزول بعض الجماهير لالتقاط صور مع صلاح ما حدث امر طبيعي. صلاح الان من افضل اللاعبين في العالم، وشفنا اللقطات اللي يعني احنا بنفرح بيها. يعني لما صلاح نجم كبير جدا عالمي زي ده ينزل له لعيبه او ينزل له جمهور في الملعب عشان يسلم عليه ويتصور معاه، فاللقطات دي ما نشوفهاش غير مع ميسي ورونالدو يعني ونيمار مثلا. لما يبقى صلاح مع الناس دي في اللقطات دي فحاجه بصراحه احنا مبسوطين ونفتخر بيها جدا جدا جدا. من ضمن كمان الامور المهمه من حساب يلا كور على تويتر وتصريحات لجونسون بواتو قائد منتخب انجولا، بيقول جماهيرنا تعاملت مع صلاح مثل رونالدو وميسي. طبعا ليه لا، لان هو افضل لعيب في العالم، طبيعي جدا ان المعامله تكون كده والناس تبقى رايحه بالعدد الكبير ده. هم عارفين ان هم خلاص خرجوا بره التصفيات، لكن هم رايحين عشان يتفرجوا برضه على منتخب بلادهم ويتفرجوا على نجم عالمي زي محمد صلاح انك تشوفه من الملعب، فده حاجه مهمه جدا. كمان خلينا نروح لسبورت 360، ووفقا لصحيفه الناشونال الكتالونيه بيقولوا ان تشافي يريد التعاقد مع محمد صلاح. ده طبعا المدير الفني تشافي اللاعب الكبير والاسطوري لبرشلونه والمدير الفني الحالي للفريق، وقال ان هو شايف اقرب واحد لميسي هو محمد صلاح، وان هو عايز يصالح الجماهير او عايز النادي يصالح الجماهير بصفقه تكون كبيره وتعمل ضجه زي دي هي صفقه محمد صلاح. هنشوف ايه اللي هيحصل. ما اعتقدش ان ده ممكن يتم في الشتاء اطلاقا يعني، لكن ممكن يتم في الصيف في فتره الانتقالات الصيفيه. هنشوف ايه اللي ممكن يحصل في التوقيت ده. اليوم السابع وحسابهم على تويتر بيتكلموا على تاريخ مواجهات مصر والجابون قبل مواجهه يوم الثلاث، وقالوا ان المنتخبين لعبوا مع بعض اربع مباريات، منتخب مصر فاز في ثلاثه، الجابون ما فازوش علينا اطلاقا، والتعادل كان حاضر في مباراه وحيده. 11 هدف لمصر، قدروا المنتخب بتاعنا ان هو يسجل 11 جون في الجابون على مدار اربع مباريات، هدف واحد بس الجابون، وده اللي جه فينا على ملعب الجابون في الجوله الثانيه من تصفيات. تمام. وفي مارس 94 كانت اول مباراه جمعت المنتخبين، وسبتمبر 2021 كانت اخر مواجهه، اكبر نتيجه 4-0، دي اتكررت مرتين. هداف مواجهات منتخبين مصر والجابون هو الكابتن حسام حسن اللاعب الكبير مدير فني الاتحاد بثلاث اهداف. دي كانت ابرز الامور في اخبار المنتخب.